هل يراجع المأموم الإمام إذا أخطأ في الآيات ولو لم يضرب الإمام ولو لم يضرب، أم أنه لا بد أن ينتظر طلب الإمام؟ ما مش مانع عنده، لكن عند الهادوية في شرعاء في شرعاء وفي الروضة كان يغلط الإمام في واحد من الذين يقيم القراء عاد فارح يلتعلم، والفقهاء يحوشوا على بعض الصلاة. مرة ردنا على الإمام القاضي لطف الزبيري وأنا عن عمري بالضبط في 16 و 15 سنة، بعد استنجره القاضي عبد الوهاب الشباحي ورجع قال يا قاضي لطف، جاء في الأثر عن علي بن أبي طالب إذا استضعفكم الإمام فاطعموه، وهذا ما قد استضعفناه لأن سابق قدر الواجب. قال هذا أثر ونشكر، فظاهر الأدلة عندي أنه يصح أن نرتعد الإمام ولو في زايد على قدر الواجب.